بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران خوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جاي كن لهم صلاة خود لبن جارا كدي ديال خلاك يا كديش برنامج برنامج ديال القرآن خوش كبران خوش هر أم بردامين ديال مقاصد القرآن كما خلاك بوري دماهيك خلاك ما بحث ما جوش مقصد القرآن كو قرآن مرامته هدفته إيش وانا أما كو عبادته يعني بري مبدأ عبادته خود تعالى وَمَا قرآن خلَقَتُ الجِنَّ والإنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. باش هكمل هذِر خط في آية دابكَتْ. وَمَا خَلَقَتُ الجِنَّ والإنسَ إلا, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. يعني ما بس عبادات التني. آه. بس ما خوش فيت خش أم ران كيرنا كيف بدي نسر. كفجة عبادات كيا. قالكش ما وقت قولت بن عبادات يعني هما شهددانة دنة روجية حجة زكاة. أم وان بين جانتكين. نفيجو روجي وحاجز زكاته هذا بس خش كبرت رزدار زانات بيجن عبادات دو شكلين دو شي وانا ما عبادات التعاملي كعم نوفرا خو خلكي دا و تنوفرا خو خدي دا تعامل عبادات التعاملي ما جدا عين عبادات الشعائري عبادات الشعائري اڤيا نفيجو روجي بس يتعاملي ها مشكله ما بسرمنا السريع شكي بطريقه ام التزام ب عبادات الشعائرية كين راستي بس التزام بعبادات التعاملي كوش كو عبادات حتى الشعائري جهال یا تعاملي درس ببد حتى عبادة التعاملية ما درس نبد يت ما نائت قبل كيرني إن شاء الله هم دباح سي هنديكين قالك شما ما قلتي ديال عبادة يعني هما نفيجو روجي وحج وزكاة بس بقا نواصلة هدا زانات بجان عبادات يتعاملي وديال يدي حتى سط هزار بندان سط هزار أمر نهينا همي أمر نهية تخدي جيفت أم يعني بزانين وبيبكين أمر تخدي أم دي بجه إنين ونهي أم فيت يعني خواجب دين باش سط هزار بندان سط هزار أمر نهينا ها أفا عبادات أفا يعني جيانا ما هميا يا جرتي

تشبه بيدوبت الا احكام الاسلام موقف البرنامج وي تشتي هاي ان صريح يا جوتي ان اشاره بيداي يعني جيانه مهاميت جرت فكل شيء له حكم شرعي في الحياه اما طبعا هاد الشيء جهبه هما هاد الشيء اللي قاوي از بجيم تبي كي هر كسه كي بكت اما اوت فرزه فرض واجبة طبعا هذا فرض واجب تشكي جدتي انا دزانه فرض درجه شمیاب بلندتره که مروف بکت دیورا واجبه آن فرضه آن واجبه یان مندوبه یان سنّت که مؤكده پیغمبری نشود مثلا سلامت خود سرمن یان سنّت بس بس نمؤكده یان مباح و حلاله طبعاً هر تشکی هر موقعه که امتدابین هم هر جهکیم تدا بحتما تمرين یکیشون آنها يان فرض يان واجب يان مندوب يان سنة كما مؤكد يان مؤكدة يان, يان مباح حلال او تشتهى وما وهك ان يتتاخر بيت الحلال جيد بتخير يان مكروها وجا كراهيات مدويتين كراهيات تنزيحيه تحريميه مثلا ما هاي او حرام هر موقفك هك ما في الدنيا ده هر حركه كو بكين الا لابد بدّ كفت بن ايكش وان حكمه اسلامتي ما هزار قوانون و امر نهي اسلام ام عفيف, عفيف صدقه أمانة عدالته كرمه عطاء مردينيه شجاعة علمه تواضعه سخاء انضباط سلوكيا او ازمان ما ضبط كت باريز تشخرابيه ما قويد ما دستت ما بيت ما او مال ام كسبت كينش حلالي او مال ام تنفقين تشتاكي باش داي خيدا بكار او اسلامتي يهاتي ضبطا جنجت ما بكت كتشت ما بكت خوشكت ما بكت دايبابت ما بكت عيالي ما بكت جنكت ما بكت اسلام التزام احسان صبر تَعَاوِنًا اسلام كرتي منظومك منظومة قيم شو معنى منظومة قيم؟ يعني هذا الدين هو الذي تقوم به الحياة جيانة يا يعني في ديني جيان تراجعتني اب ديني بإسلامتي عبادتا والله فلا تستقيم الحياة الا بیل ایمان الا بیل اسلام خود جیان چه جا را درست نبود او هر تشتک دیش جه خواد شد اسلامتی و عبادات در را کرد هر تشتک دیش جه خواد شد امین دبت خائن یه خائن دبت امین یه رازگو دبت دروکر یه دروکر دبت رازگو یعنی ده توش بل مقلوب لین حکم اسلامتی را کرد اسلام آن عبادت اسلامه وكيف على اعطانا الاسلام العقيده الصحيحه اسلامتي عقيده قد درس يا دائما داي في اسلام اعطانا العبادات يعني عبادات جي نشم داي عبادات دائما اسلام اعطانا احكاما وشرائع إسلامي احكام دائما شرائع دائما شريعات دائما تشريع واعطانا منهجا منهجك دائما في المعاملات وختام سردري ديال جيان تين شوري ثلاثه او البيع والشراء والزواج اسلاماتي نا واختام شي مزجفتي الاسلام تنلوا عبادات نا نا او وختام بجن مثلا <متحدث> اداء الصلاه مزغف <متحدث> اداء الصلاه اما وختام اقامه الصلاه اقيم الصلاه وختام شنو في دار كاين دوني جمع برك كود هاش و اجدر مزغف اسلام ما فيدل قال ما بد كورتي وقت الله تعالى بجد دينا قيما يعني چي يعني دين ما جيان بيت تراجرتني و جيان ما بيت صالحت اد برجوان ديو ما هو آيات القرآن تشد بجد قل بجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر بجا إن تأكيدت كد بيگو ان بيشنك إن هندي كا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي طبعاً محيا وماما جاني همي جيانا ما مرنو جيانا ما همي بيووز جياني لله بو خده عبادتن بو خده محيا هر جهة كي تطيدا جيه خد غرفة نوستنه خده تعالى همي جتي بوما حتى علاقات دولي إسلامتي بوما ما قوتي انكو بن عبادات يعني خد سياست داتو شي بكي عبادت خزماتا بيت بيتكرنه عبادات تعاملی گلک شما بشتخوای دایی شما عبادت شعائری میت اسلام منهج منهج کامل اخلاقی و تعاملی هست ساکم خوش که برادر اوی گوتنا ها اوی گوتارا ها اواکو جعفری خود تعالی جا راضی بد وقتی پیغمبری فریکرین حوشه دف نجاشی

صفات في غنبري وصفة في غنبري وظيفي بنجاح شديد بجد. بجد كنا قوما أهل جاهليه أم أهل من نجاشي قوتي هن كنا أكين أكين في ركنا ام أهل جاهلية بيد ما تشش عقيدة و تشش تعامله ما اتزاني قوتي نعبد الأصنام أو الجم عبادة الصنم كير بجد هن جي قوتي وناكل الميتة ما تشش تمرار دخار هي peace وناقتل الفواحش ما فاحشات كنا حاشها ونسيء الجوار ما إزعاج دس نخوشي بو جيران خوشيت كيرن وتقطع الرحم مروفاني نوف برامدا نمابي رحم نمابي حتى بعث الله فينا رجلا حتى خدت على ابو ظلمكش ما بخب خب ما هنارت نعرف أمي ظلامي ناصد كين بحسب بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوام تشي ناصد كين كا قوي خب يعني هما مناص كين هما قول بيغمبر هما شاف روجي السجدي دا اني مزقفتي هم كين بس حكيك ها تشاوات يعني بيغمبر يدد الناس كريني نياسيني بو نجاشي نعرفو هم ناصد كين تشتشتي ناصد كين قول هم چي بيغمبر كين امانته ها افا وكيد بيجن عقدة عن غريكا ان قيرانا همي ملتت بصرمانا ام امانت های ناسین که چند امینه حتی کافر آجو مشرک آجو دجمنه تیجی یعنی تشید خواه امانت دان فیل مالاوی چکی زانی امینه یه نه امین بد قوی و الامین آن اوه امانت علم الدفنه بد او بکر دست حالات داریه نادی امانت الدفنه بد طبعا امانت رو و بمکا... اکی بیشن کیر هاتن جی هم امانت های ناسکین یعنی تیر ناسکین نیب امانت و بصدقه رازقه يتشاهد روشيب و عفافه يده پاقش أبد تجار خرابي ما ديتا و أم زانين نسباوي جيكية و سرهمي جيكية و جا قده فدعانا إلى الله بر مدد خده بر مدد عبدينيه عبدينيه عبدنيا ناكين أمد حربين آزاد بين فدعانا إلى الله نعبده عبد خده بكين نوحده يعني وكيد بيجن توحيده خده تنبكين، ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان وأموان تشتابهين أف عبادة ما عبادة الصنامة كرن واني مروفت كرن أف تشتاب يعني برمي جداي باش وأمرنا ودي سبب پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمر ما يكري چه تشتي أفا قد چه تنياسيني

ايه كي مثلا راتبه كي ورجير زنات او شولا نكرة طبعا حرامه دوستا تشتكي تقاعد شولا بتوشولنا كيرت اداء الامانه امانته هما شي انا بس تخي شي دفته هما هما امانه عيرت ما امانه الدف من نفس مع امانه يجي حط دميكي دو دريش نبت وصله الرحم دي صا امر ما يكري امر رواني بيهني صح كي ما بس هندك رخرا و ابي سیله رحمه همان نمینه هاش رحمه نمین حاشا وکی که گیانوار بکن و حسن الجوار امرمه ای ام که بود جیرانت خواباش باش بین و الکف عن المحارم و دیما ام دست خواب بگیرینش تشت حرام کرامت انسانی همی به پاراستن خوی مال و عرض و نامی ساوی اوه اسلام خوش کبرد رزدار تو صادق بید تؤمين به، تو عفيف به، تو عادل به، حتى هما هيك. حتى خش كرات الاصدار، حتى عبادات الشعائري جي، عبادات الشعائري جي، معللة بمصالح الناس، بمصالح الخلق. هر مانامش ون عبادات الشعائري جي، هر بارجامديا انسان او هربت يتعاملي حتى عبادت ما يتعاملي اخلاق ما نبد، يتشعائري جي درس نعمان. بلكي امشن بجي عكسه، في هكار نفيش روجه بين جارة فارز بد خدع تعامل و أخلاق 24 چار دمج ميرا سر هر كسا كشمه فارزة يعني حتى عبادات الشعائر جي بمصلحة خلق كبه بو نمونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو روجي هم دي بحث بج هر كسا خوانا پارزت جدروه و قول الزور و شهادت الزور والعمل به بج خد تعالى فليس لله حاجة في أن يدعط عمه و شربه خد تشمنات برينه

نهیات نکش فحشای منکری به چل تا از ها کد ایلا تپترش خود دیرت کرد. بو زکات قل انفق طوعا او کرها لن يتقبل الله منكم بو چی چن که اینکم کنتم قوما فاسقین حتا خود زکات جش مروفی قبیل هکر مروف شره در کتی بد حاشش فاسقا دی صفا سبب دیار که تعلیل زکات بجد خود من اموالیم صدقتان بوشي كاچابو نبجي قوتي تنها عن الفحشاء والمنكر عيناً نبجي قوتي تطهيرهم ذكاته وتزكيهم بها يعني مروف زنجين اش بخيلي عن انبجين ترقاتي وشحيت بارزه ومن يوقع شح نفسي فاولاكم المفلحون جالي زنجين هن كنجي دي فلاح يبنن وقتي هن ترقاتي ناكن. هن بخيلاتي بمالي خواناكن تا مال حتى صدقيش یعنی زنگینی مرمش زکاته زنگینی پاقشت کد منزهت کد شحه و چرکاتیه و فقیری جی وقتی زنگین چشتا کت دت فقیری ایدی حق داوی زنگینی نا چد دلی داده حج زنگینی کت یعنی مرمش زکاته ها افیه یعنی مال مشکلا فقیری جی حالت کت فقیری دی حج زنگینی کت دعا بو کت مرمش زکاته افیه حتان بیم حجه و عبادات الشعائر هي كل دين اب انسانيه بجت من حج بمال حرام هر كساكي حجب بمال حرام بك ووضع رجله في الركاب وقال هو اختان بجن الطواف كتلد الكعب زبره الصفى ما روايت كت او مراسكه حاجتنا وقت بجت وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ابي تجي حجه ها بو خديت شوي بس بالمال حرام ن حقيبي راتبك بخا تشكلينا حقي يا اه غدر وخيانات و دزي اكلي غندلك كل حاجه في مالك عمري وحجي خدت على يونادا، ددك غازي كرني دي تشبشت دي تب خير بل بل مستقبل كير، مادم مالته حرامه نفسه تا حراميه تشتي ديتو وعيالته اه يعني جسدته بحراميه ما تزاني بي تزان حرامه وتا يعني غدرة ودزيك هارت شكل تكيري خد تعالى بجد ينادى أن لا لبيك أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك حج ويد النف تويد تونا جي قبيل معناه ما في التباقش به عبادات تا جي درزبن تا أو مالا نب حرامي كم كرب نب غدر نب ركع غا... تعداريش إيكي ستاندر أنا حقيقة بتبقى موچاي داري خزبت افا خدت تعالى دي بجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مبرور عليك حتى في غنبر صلى الله عليه وسلم جالكت بجل صحابيا كدا امزانين عبادت الشعائري جه هر كو معللة بمصالح الخلق بمصالح الناس بجد هم بجن من المفلس في غنبر حصد نف جواتا صحابة بجن هم بجن هم بجن كيه مفلس صحابة قوتي مفلس در در هم پاره نبی زیر نبی چه بری که دانه بد رید پیغمبر صلی اللہ و سلم نه گوته پاکی یا رسول الله بما پیغمبری گوته مفلس او و نویجید کرین روجید گرتین حد جا کرین زکات و حتی دمایی که عبادت شعائری بجه ایناین بس پا قیامت ها دی به مفلس غیبت های کیا کرین بحثی عرض نامیست کرامت خلقی بسرمانه ها کردی یه آویتی هنده و یه فلان کسی قطعی به حق فلان کسی کشتی خوینا فلان کسی ها فلان غدره ها ده هندی خیری توی های مانین نویج و حج و روی و خیرن خیریت کریم، این قرآن خوانی که چک خیر نه، هر خیره که کر به بجد خدا نتوان حق خواه جیور گرن حق خود جستن اوه دینا اوه قیبت کری حق خود جستن دو میند بخیر چه خیر بنا میند مفلسه هکه خیر توی خلاص بین و هش حق خلقی حق خوشید کن با چلی کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوته و حق وان خوری گنه توانا ده جیوه کن دا دا وان افشوله کریم کری و ها کسی کریم ایدین های ایکی خوین های که رشتی و که چه گنه هند حتی پشت اینکه بجد طاوشن آگیری دار بله بجا خوش که برات رز دار عبادت تعاملی ها اوه, ما اوه ما یا خلال همه بسرمان همه اوه یا گریک همه یا بسرمان و پاشکفتن همه انتیما همه بو عبادت بو اسلام بتنی یا شکلیه راست دفعه مثلا از تاثیر کعبه وأن آن قرآن که و که بین سیارام داده آن تاثیر کعبه بسیارام داده بود، آن شریکام داده بود، صورت کعبه و قرآن کو به لایستی بل من، مارکت من، شریک من، مدرسه من، وظیفه و من، بس اوه چه که جانه، بس با یا مهمتر اوه ام حکمی پی بکی، ام زانی که خود تعالی چشمت وید، نه ام دینی متری مزگفت به او او امید ظالم او گل او مروت بلا وقت جهد خرابيه خرابیه ام پشتی نیز آجی خود هزار جرا و صد جرا سر خود هجی الله اكبر الله أكبر آن لا اله الا الله والله الله خوش هزار جرا تو الله أكبر خودش تقبل نکه ده کرد خدب كي سر حساب تو گهدایت نویر حقیق بیشه تو بيجي درست درست خود تعالى اسمروی اه قبیل نکن. چون کی اسلامتی خوشگوار درس دار خوش, خوش نوینا جنو زالما دست بید که حتی علاقت دولي هذا اسلامتی. هوا, هوا عبادت. نه اسلام، ام إسلامي وی ور بگیرین. اول دی فکر ما بگنجد. اول با خوش بت. آن تنه هندك تقصاتا ديار دیار بکم. هندک کو فلکلور. که ما امشی بس بزنم ام بصرمانين

جلگ ظلم کام مزن یا ال فی آیات هاتی کردن و ده خلاکی دماهی کنن اب فی آیات هاس حس کم خشک برایم جل مبن ظلم کام مزن یا ال هاتی کردن شلای هند کسی فعلا کم علم تشت کب تنه دخونن کتاب کت خونن فکر کت خونن گو خدن هم ما کس کب تنه شواند پیدا بود و هزرم برتانگو کم علمی و کم دیتن

يا أيها الذين آمنوا جلي خدام بارف و خديت ما اطيعوا الله و الرسول جهوديا خديبكن و جهوديا في غماري طبعاً لويري كلمة اطيعوا و خدي في يعني دي جهوديا خديكي استقلالاً خدي تچو تا تأمرن بيبكين. شنها هي أم خشية الدين باش. يا في غماري جسلا و سبعن. وما ما الرسول فخذوه و ما عنه فانتهوا. يا في جي يعني

انكو بوخاس نين معنى هر وقت خودت بجوت تاك روي وحتى حتى حكمي بك تو هم الرايه خوا فرض بك صار خالكي وهم اوهات يو بيستيو أو بتماوت كوريت اي بركي كوريت نوي كي بون من شهرزاد هكي اجي طبعا امورها زابد و زاناب تو فعلا يعني برم لا تخضت تشتهي خير وباش مصلحتها يعني اكيد بجن ملاتي دابت نا ما قلت بوخاس نين تاك روي حتى حتى شكي بجو بيبيت كرني أو شو باب يرشو باب هاد باب شو كره هاد نبي أفا طبعا شو اللي فرعون أنا شو ظالم أنا وكيف فرعون يجمع أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون قام وعز أو درست أو ملاتي مباشا و أو ركاة تمام أفا أد أو درست و هين يدي عقل خوا بدائخن يتوهمي خالتن بس يا أز أو يا درسته اول الامر كينا نه خوش کبرات اول الامر امام الشافعي بجت دو کسن پی و الامر تشكي جمع حكماء يعني عفوا علماء وفقهاء فقها امراء چنکی حكماء شولات زانن طبعا هذا هادو دو لان العلماء يعلمون الامر چنکی اف علماء و شهر زایتا ظان امرات زانن أحكامات زانن قوانون زانن شریعت زانن أو امراج او حكماء آف علماء دي چن بوي اميري بجن او دي تطبير كدوان امرا يا دي خلطة منكم يعني شوى بسرمان عدد شوى شوى بسرمان منكم يعني شي منكم چن معناه كدد ايك شوى بسرمان عدد مثلا في قوة جي حكمي الفلسطينية وكين بونه منه نابن ولي امره وانا ما تشهد بتو ولي امره او بصرمان الدولتك مثلا اوروبي بريطانيا تبجي بجي رئيس وان اولي الامر مياه نعم، بجن اول الامر اوا في حريص عليكم الرجدة السر و تشو الرجدة على يحرص على منفعتكم كاتشتش بوا وعلى سلامتكم كاتشتش بوا سلامتيا باشا بريو ابدت اشتي و ارامية و كاتشت سعادة و كاتش بو سلامتيا ديني و عقيدة و اخلاقي و كاتش بو مصلحة بوشة. حريص بسر أخ... اخرته وسر عقيده وسر اخلاقته سر دنيا وسر ماله وسر خوينه وحريص بسر باراستنا فانتشتا هميا هينك اولو الامر دي درزب شرطت اولو امرنا اطاعه اولي الامر جريدايا إطاعة الله واطاعه الرسول شنكي قلت اطيع الله واطيع الرسول بس جوا اولي الامر منكم نجوا أطيعوا اولي الامر منكم جدا نكل اطاعه اولي الامر جريدايا إطاعة خدوبي غمبرابه وقتی عالم و حاکم بیگ امراء اول الامر علماء و امراء هن وقتی اوه هردو بیگ و ات گلیگ هاری کار بن و حوال بن دی او ملت برف افلاح و براف نجاحت و برف پیشکفتنی چد اگر نه والله فعلا قيران الديف قيران دي پیدا بود پیوامین دي سواد سواده ذيت او اولو الامر کو جمعه اولو الامر نادير بتش خالكي <سؤال> نادير بتش علماء لازم بردام أو أمراء كجمع أنا بس أمراء يعني يكثيء كناي ديجي أمراء همي ونبين مثلاً وزير بنه منه أو بردام قصد علماء أو وفقها آبكن وبيصيارة خارج بكن شو هندير نبت همي جابوا الجبل <سؤال> رأيوان وهر بجرا بل خش كبرتر زدار جارك في خمسة رسالة وسربن جشع هنارد، یعنی عسکر هنارد، و ظلم انصاری کر روبریوان، کر امیریوان، اوی امیری گویده با من آگیره که، طبعا عربی بسیار میکنیم کردی، گویم اضریمو نارن عظیمن، فضریموها، گویم منو آگیره که مازن هل بکن، دارا کم کنو آگیره که هل بکن، دار کم کردن، او آگیر هل کردن.

پشتین گفتن گو باسه گهان پیغمبری صلی اللہ سمن پیغمبری جواب اک دانوانا فعلا ها بوما بو باشه پا بو چند وی فرمو دینا بیجیم و اگید بیشم خوده مرویت یعنی يعني مرویت هجند پیغمبری گوتی لو دخلوها آن اقتحموها هکی وخوا آفد بایو آگیری دا همه هینداد آگیری دا من حتا قیامته والله لو اقتحموها لازلتم فيها الى يوم القيامة إنما الطاعة في المعروف طبعا بخاري ومسلم بيجن كسي امام علي خدي تعالى بد ان النبي بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقد نارا وقال ادخلوها فارادوا ان يدخلوها وقال اخر انما فررنا ان امنا بالله فرارا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها هذا من كردي قلت يعني بيجن حديث بيجن قلت لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القيامه والله يا كوا خو اوف اوف بوتيدا وغو خدابا في ولي امري اذا حتى قيامتي تيدا من تشكي قلتي لا طاعه في معصيه إن انما الطاعه في المعروف اجر اولو الامر امر خالكي بك بو تشتكي غناه بو هر تشكي غناه بت هر تشكي حرام بت او اجر في مرو غو خنادتي او جي اجر تشكي بري مرو آگری یا هر قانونی که در بی مطابق شریعتی به عکس شریعتی بود، او اجره او فید مروف جوی خانه تشن کی کرته دی اول الامرش شرایط خواهد یک شونا امین بود، رازگو بود، اسلامتی إسلامي يعني پاراستنا اسلامه، یعنی خمایی بود، پاراستنا اخلاقی بسرمان خمایی بود، مهمایی اقامت دین و شریعه بود، أه توجیهایی یا سیاست فی حدود الاسلام بود، یعنیش يعني اسلامتی ندار که باوري هبت كو اسلام كير رفبرنا دولت تيت خدان علم بد احكام اسلام بزانت عدالت جيب جيب ابا شروط اولو الامران نب. نبس ولي امر خوش كورات رزدار وقت ما بدما هيك هاته خير و مفاج و خلق بد حتى خلق بد بمين بنتاو دي ديريا خوده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته